سيد محمد، في البداية لك تحية. وخلال الفترة الماضية تزايدت الدعوات للقيادة الفلسطينية بتفعيل إعلان الاستقلال والتوجه مباشرة إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية لدولة فلسطين، هل بحثتم هذا في القيادة الفلسطينية؟ يعني هذا أحد الخيارات التي طرحت على القيادة الفلسطينية بعد أن أغلق نتنياهو كل الأبواب التي حاولت كل الدول، الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن تفتحها من أجل استعادة عملية السلام وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. ولكن من الواضح أن نتنياهو قد ضرب عرض الحائط بكل هذه النداءات وتحالف مع المستوطنون، لأنه لا يريد أن يدفع يعني عملية السلام إلى الأمام. وبالتالي بعد أن أوصدت هذه الأبواب فكرنا في الخيارات الأخرى، وهي منها أولا تفعيل الآليات الدولية وقرارات مجلس الأمن السابقة ومحاولة الذهاب أو الاتفاق مع المجموعة العربية للذهاب إلى مجلس الأمن من أجل طرح قضايا الاستيطان وقضايا أخرى بما فيها الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وتأتي زيارة الرئيس أبو مازن إلى مصر والأردن في هذا السياق قبل الذهاب إلى قمة سرت. وأنا أعتقد أن هناك توافقا عربيا بدعم الموقف الفلسطيني والقرار الفلسطيني الذي اتخذته القيادة الفلسطينية قبل 3 أيام. أي الخيارات أقرب إليكم أو أقرب إلى التنفيذ في ضوء البدائل الأخرى التي عرضت عليكم عوضا على الذهاب إلى الأمم المتحدة؟ لا، هو أولا الولايات المتحدة الأمريكية موقفنا قد سلمناه لها واضحا بعد استنفاذ كافة الجهود، وبعد أن جاء السيد ميتشل وقال أنه بعد 18 شهرا من محاولاته لإقناع نتنياهو بالدخول إلى مفاوضات جدية، الرجل أعلن أنه لم يأتي بجديد وأنه يريد من الجانب الفلسطيني أن نذهب إلى المفاوضات في ظل الاستيطان. وهذا قد أبلغناه رفضنا لهذا الموقف، لأن هذا يعني الدخول في صلب قضايا الاستراتيجية للشعب الفلسطيني طبقا لما يريد نتنياهو، ولن يجد فلسطيني واحد يوافق على ذلك. لذلك التوجه إلى مجلس الأمن هو إحدى الخيارات. ثانيا التركيز على تجديد الجهود من أجل صياغة الوحدة الوطنية، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، تعزيز المقاومة الشعبية. الأهم من كل ذلك هو أننا لا نقبل ما يطرحه نتنياهو علينا. الأمر ليس ردة فعل عاطفية وليست يعني نزقا سياسيا، بقدر ما هي إذا تعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية وإذا تعلق الأمر بمستقبل القضايا موضع البحث الحل النهائي، لن يجد فلسطيني واحد يوافق على ما يريد نتنياهو. وأنا سيد لا محمد، أعتقد أن المجتمع الدولي الآن لديه ما يوجه من تهم إلى الشعب الفلسطيني، بقدر ما واجب أن يذهب إلى إسرائيل ويلزمها بالالتزام بعملية السلام. إذن لماذا لم تتخذ القيادة الفلسطينية قرارا مباشرا وفوريا بوقف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي؟ هو أولا لم تبدأ هذه المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، كان هناك لقاءات بوجود عربي، والرئيس مبارك كان في واشنطن، والرئيس أبو مازن والملك عبد الله وشخصيات دولية أخرى. المفاوضات لم تبدأ لكي نوقفها. ثانيا نحن لا نوقف مفاوضات، نتنياهو هو الذي أوقف المفاوضات حتى يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والدولية نتيجة هذا الوقف. لا يجب أن يسجل علينا وقف هذه المفاوضات. نحن قلنا ما دام الاستيطان مستمرا لن يجد فلسطيني يجلس ليكون في حالة نقاش أو اشتباك تفاوضي مع نتنياهو، وبالتالي من يتحمل مسؤولية الوقف هو نتنياهو. نحن نعتبر أن المفاوضات قد أوقفت على الرغم أنها لم تبدأ، ومن باب الالتزام الذي أعلناه على الدوام أننا ننسق هذا الأمر مع لجنة المتابعة العربية ومع الدول العربية المعنية، ذهبنا إلى وطلبنا عقد لجنة المتابعة، وأجل الاجتماع حتى الأيام القادمة في سرت. وأنا واثق أن كل العالم العربي قد عرف موقفنا. اليوم الرئيس أبو مازن عرض موقفنا على الرئيس أبو مازن، الجامعة العربية أيدت موقفنا، لجنة المتابعة أعلنت تأييدها لموقفنا. المطلوب الآن من الجامعة العربية هي أن تضع آليات للذهاب إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية وتحديدا مجلس الأمن. هناك عرض أمريكي يقضي بوقف الاستيطان في مناطق بالضفة الغربية لمدة 2 شهر مقابل استئناف المفاوضات، هل من الممكن القبول بهذا العرض؟
يعني هذه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أشك في ذلك تتفاوض مع نتنياهو لتمديد الاستيطان لمدة شهرين مقابل كل هذه الضمانات العسكرية والأمنية، هذه يعني نتنياهو يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضحوكة. ولا أريد أن أعلق على هذا الأمر بالسلب أو بالإيجاب، دعونا ننتظر إذا كان هناك بلورة لهذا الموقف. لكن أعيد وأؤكد الموقف الفلسطيني الذي اتخذ في القيادة، نحن لن نذهب إلى مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان حتى لو توقفت لمدة شهرين. أن الإدارة الأمريكية اتفقت مع نتنياهو على، وبعد ذلك بعد شهرين يعود الاستيطان مرة أخرى. يعني هي العمل السياسي لا يدار بهذه الطريقة التي يرغب بها ويحلم بها نتنياهو. طيب فلنفترض أننا ذهبنا إلى المفاوضات وكسبت إسرائيل كل هذه المكاسب، وبعد شهرين من المماطلة